السلام عليكم. اسم المدرسة جميل أبو حيرد. تأسست هالمدرسة هذه عام 2016. السؤال، من هي جميل أبو حيرد؟ اسمع السالفة. جميل أبو حيرد أو الجميلة الفدائية أو الفاتنة المناضلة، ألقاب تم إطلاقها على الفتاة جميلة أبو حيرد، الفتاة الجزائرية واللي كانت المطلوب رقم واحد لدى الاحتلال الفرنسي. شنو قصتها؟ جميلة طبعا البنت الوحيدة من إخوانها، إخوانها كلهم شباب إلا هالبنت هذه. أبوها جزائري مثقف وأمها تونسية. جميلة من مواليد 1935. جميلة في بداية حياتها يعني وعت على الدنيا، ولا الاستعمار أو الاحتلال الفرنسي كان مسيطر على الجزائر. ففي بداية حياتها في المدرسة كانوا يجبرونهم على أنهم ينشدون النشيد الوطني، يقولون أن فرنسا أمنا يعني، لكن إيه كانت ترفض هالشيء هذا. كل ما تنشد في المدرسة ويتجي على سالفة فرنسا أمنا، هي شو تقول؟ تقول جزائر أمنا. سمعها مرة مدير المدرسة فرنسي ويطلعها في طابور الصباح ويعاقبها أمام الطالبات. من ذاك اليوم البنت صارت فيها شنو؟ يعني صدمة، إنه ليش مدير المدرسة الفرنسي هذا زعل لما أنا ذكرت أن الجزائر أمنا؟ هي يعني في بداية حياتها يعني مستغربة ليش هالحقد هذا، وإحنا فعلا في الجزائر وهذا فرنسي، ليش يرفض أني أنا أقول الجزائر أمنا؟ المهم من ذاك اليوم تولد عندها يعني الغضب والرفض لهالاستعمار والاحتلال الفرنسي على الجزائر. وطبعا انتم عارفين بلد المليون شهيد هي الجزائر، اللي قدمت اكثر من مليون شخص فداء لتحرير الجزائر من الفرنسيين. كان من بين البطولات اللي اظهرت اللي هي قصة جميلة أبو حيرد. جميلة أبو حيرد لما صار عمرها تقريبا 20 سنة كانت تتواصل مع أشهر المطلوبين لدى الاحتلال الفرنسي، وهذه كانت يعني نقطة التواصل بينهم وبين المناضلين داخل الجزائر. شوي شوي بدت جميلة تصبح أحد الفدائيين، قامت تزرع القنابل وتفجر فيها الفرنسيين، وكانت لها بطولات، وكانت يعني الكل ما حد كان شاك فيها لأنها البنت كانت يعني بداية العشرينات وجميلة فاتنة. فلما مثلا تنقل القنابل وتزرع المتفجرات ما كانوا مصدقين إن في واحدة بهالجمال وهالرقة قاعدة هي اللي تفجر العالم. المهم انتشر الخبر وبدأوا الفرنسيين يبحثون على جميلة، صارت هي المطلوب الأول، حتى أنهم ادفعوا فيها 100,000 فرنك فرنسي أيامها، كانت ثروة اللي يدلهم على جميلة. مالكم بطولة في أحد المهمات اللي كانت طالعة فيها جميلة علشان تفجر، مسوي لها كمين الفرنسيين وبدأوا إطلاق النار عليها، أصابوها في كتفها وسقطت على الأرض، وتم إلقاء القبض عليها في عام 1957. مالكم بطويلة خذوها للسجن، بدوا يحققون معها. الفرنسيين كانوا يعتقدون إن جميلة هذه صيدة، يعني من السهل إن نضغط عليها ولا نعذبها شوي وتعترف، البنت ما تتحمل العذاب. المهم بدوا يحققوا معها، أعطينا أسماء مثلاً اللي شاركوا معاك في التفجير، أو أعطينا أسماء الفرقة اللي معاك. البنت ما تقول إلا كلمة واحدة، الجزائر
أمنا، الجزائر أم. قالوا لها يا بنت الحلال لا تخلينا نعذبك أكثر من كذي. ما ترد عليهم، تقول لهم الجزائر أمنا. المهم ويعذبون فيها وبالكهرباء وبالضرب ومعلقينها ويجوعونها. قامت البنت من كثر التعب والألم قام يغمى عليها، ولما تصحى أول ما تنطق فيه تقول الجزائر أمنا. ابتلشوا فيها سنة سنتين ثلاث من العذاب. قالوا يبا هذه ما منها فايدة، وبدت الناس تسولف والأخبار بدت تنتشر إن الفرنسيين محتجزين بنت اسمها جميلة، والكل قام يطالب في الجزائر الإفراج عنها، والثوار بدوا يعني ينظمون عمليات فدائية أكثر علشان جميلة. المهم قالوا يبا رحلوها من السجن في الجزائر إلى فرنسا، وفعلا بعد ثلاث سنوات ودوها فرنسا. أول سنة ثاني سنة بدوا يحاكمون فيها ويحكمون عليها بالإعدام. هذا العام 61. طبعا في عام 61 أول ما حكموا الفرنسيين على جميلة أبو حيرد بالإعدام، بدت بعض الدول ورؤساء الدول والشخصيات العالمية المعروفة تندد وطالب بعدم تنفيذ حكم الإعدام في جميلة والإفراج عنها. كان من بينها الكويت، طبعا الكويت كانت دائما يعني لها مواقف مثل هذه، يعني أي شخص وطني وكذا وكان يحكم عليه بالإعدام كانت تندد وتطلب الرحمة له وأنه ما يتم إعدامه ومن هالكلام. ففعلا كانت الكويت من بين الدول، في كثير من الدول طالبت بعدم إعدام جميلة. وفعلا في عام 62 بعد عدة مطالبات وضغوطات دولية تم الإفراج عن جميلة أبو حيرد. لما طلعت كانت في قمة الضعف وقمة يعني جسمها صار هزيل جدا من التعب ومن الاستجواب، لكن يقول لك السجينة الوحيدة اللي ما انطقت ولا اعترفت بأي شيء. مالكم بطويلة، رجعت جميلة حتى أن الكويت استقبلتها في أول الستينات، استقبلها الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير القلوب رحمة الله عليه. طبعا قبل لا يصير أمير في ذاك الوقت، هو أصبح أمير في عام 77، لكن هو قبلها بعشر سنوات تقريبا كان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في الكويت، واستقبلها والكويت احتفلت فيها على سلامتها وخروجها وبدت تعطيها الدعم وكذا. فمن بين هالسوالف مرت الأيام وجدت الأيام. طبعا جميلة تزوجت محاميها جاك، محاميها جاك هذا فرنسي هو اللي دافع عن جميلة، لكن هذا بعد ما تأثر بالنضال الجزائري وحقهم وعرف ان فرنسا هي ظالمة، فغير ديانته واصبح مسلم وتقدم حق جميلة وتزوجها فعلا وانتقل معاها للعيش معاها في الجزائر، وترك فرنسا خلاص، اصبح مناضل وقام يدافع عن اي ضحية او اي مسجون جزائري في ذاك الوقت كانوا يعني يحتجزونه. مثلا الفرنسيين كان هو اللي يدافع عنه ويقدموا له الدعم مجاني. مالكم بالطويلة، في عام 2015 انتشر خبر وفاة جميلة بوحيرد، طبعا كان غير صحيح، لكن لما وصل هني للكويت تذكروها وبعد غياب سنوات تذكروا جميلة بوحيرد وزعلوا على الخبر. طلع الخبر مو صحيح، لكن كان في بدايتها إنشاء المدرسة اللي من شوي أنا صورتها لكم، كانت في عام 2015. لما تذكروها قالوا يبا تستاهل، خلونا نحط ونخلد اسمها، وفعلا حطوا اسمها على هالمدرسة. والحمد لله أنه تبين بعد ذلك أن جميلة بوحيرد ما توفت، لكن إلى الآن أنا ماني عارف، لأنه في عام 2019 طلعت بلقاء واستقبلها أحد رؤساء الدول إلى الآن، يعني أثناء فترة تولي الحاكم عندهم في الجزائر. المهم الله يعطيها طول العمر، الحين عمرها وين يعني تقريبا 85 سنة، يعني إذا هي عايشة الله يعطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها، وإذا عاد
هذه الرحمة تجوز على الحي والميت. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.